مفتوح، ادعم مصطفى، ادعم مصطفى دخل يمشي يا زول، ادعمه، قال ما عنده خير لاهله ما عنده خير للناس. انا اهلي يا اخي قريب 400 ولا 500 جثه من اطفال ونساء واقفين في الواطه حسي، ولا اقف ما بين ده اقف ما اقف ما كيف جثث مجدده في الجنجويد دينهم، جثث مجدده في الجنينه الان، نجيب لهم الفيديوهات يعني جثث مجدده في الجنينه الان، والناس قاعدين من العطش من الجنينه في اطفال ما يقدروا يوصلوا عدري، مسافه بعيده كم كيلو بيموتوا من العطش. اقف ما انت كيف ما انت بتاعت شنو؟ ها؟ انت امك مرتاحه وانا امي مشرحه ومقطعه وتعبانه والجنجويد بدك فيها والجيش ضدي انا والجيش مسلح الجنجويد ما قدر يضرب الجنجويد، تقول لي انا اقف معك انت؟ باقي 48 ساعه طوالي انسحاب من المعركه وشق الصف طوالي. كلام فارغ ساكت، قاتل انت وانت وانت وجنجويتك، موت براكم، انا لا اي حاجه. كلام فاضي، كلام فاضي. مرحبتين، مرحبتين، مرحبتين يا اخي. الله الكلام ده، الكلام ده واضح للشعب السوداني عامة ولبرحمه. في خلال 48 ساعة إذا لم يقيم طيران يضرب الجنجويد في الجنينة وفي فاشر وفي جميع مناطق الدارفور، يبقى نحن نحرض أبناء الحامش في الجيش. الجيش ما إذا كان بيقص الجيش بتاع إنه الشمالية ويحمي الخرطوم فلا داعي، يرسيبوا كل أبنائه في الجيش، يرسيبوا إذا كان هم يقدروا يحمي الخرطوم ده من الجنجويد خليه فليعمل، إن شاء الله كلنا فلنذهب إلى مزبلة التاريخ. إذا كان المسألة بقت شوفي وعنصري، أنت قيمت الطيران في كردفان، أنت قيمت الطيران في كردفان ضربته وضربت الجنجويد، المانع شنو؟ ما يعني ما ما تقيم طيران في دارفور، المانع شنو؟ يبقى الدارفورين هنا ما سودانيين؟ يبقى الدارفورين ما بنمثل السودان؟ كلام في خلال 48 والله انا متاكد يسمع كل ابناء السودان، كل الشماليين قاعدين تسمعوا وكل الغاله قاعدين تسمعوا. اذا كان في خلال 48 زي ما اخونا احمد كسر قال هنا متضامنين، نحن لم نكون اذا كان ما عندنا خير لعنا لا يمكن ان نقول عندنا خير في السودان. اذا كان ما عندنا غير لعنا فليذهب السودان ان شاء الله في الجحيم، فليذهب السودان كلها في الجحيم. لا يا اخي يعني مدينه كامل، مدينه كامل برمتها يعني زبوا وقتلوا وكلها جثث واقعه في الارض لحد الان، لم يكن هناك اي شيء دعم من قبل الجيش حتى بالطيران. ما قاعدين تشوفوا الجنجويد قاعدين يتجمعوا اكثر من 4000، ما قاعدين تشوفوا الجنجويد قاعدين يتجمعوا يضربوا الكتب، ما قاعدين تشوفوا الجنجويد قاعدين يتجمعوا في عرضمات وفي المناطق كلها ويضربوا الجنينه، ما قاعدين تشوفوا الجنجويد يتجمعوا ويضربوا الفاشل. ساكتين ليه يا جيش؟ ساكتين ليه يا جيش؟ انتوا خاينين، انتوا خاينين على الشعب، على شعب دارفور، انتوا خاينين على شعب دارفور، ولينا لا يمكن ابنائنا ان يحموكم انتوا، اذا لم تحمونا بالطيران والله العظيم لا يمكن ان ابنائنا يعملوا السلاح ويكونوا يقاتلوا من اجل الخرطوم. والكلام ده واضح واضح، وهذا هو نمطنا، وهذا هو فهمنا، وهذا هو عقيدتنا. نحن اذا لم تحمونا لا نقف معكم، فليذهب السودان كلها في الجحيم، طالما نحن في الجحيم وفينا النار وفاتلنا الحدود، ما قادرين ترفعوا الطيران. نحن ابناء انا قبل ما اقدر اقاطعك، انا قبل ما اقدر اقاطعك، الطيران قالوا محظور في دارفور، طيب المدفعيه محظور، طيب التبصيرات محظور، طيب الجيش كذلك. ها قلنا لهم ادونا ذخيره نحمي نفسنا، رفضوا. كويس، مدفعيه رفضوا، تبصيرات رفضوا، اي جيش جيبوا لنا رفضوا. يا اخي انا جيبهم عامل ايه؟ لا فرق يا يا مدمن يا كسر. السلام عليك يا بابا، والله شغال لايف ولا جاي ساكت؟ لايف يا زول، انا فتحتك عديل في اللايف ده. طب ما انا قادر تتكلم عمرو، انا بقول لك انت من اقرب، انت من اهل جبل يا دوب اللي انا امس وقفت الصح يا دوب يا احمد. انا بقول لك هنا في حاجه واحد، الجيش زمان هو جاب الجنجويد، كان زمان بيجيب الجنجويد من نيجر ومن تشاد، كان زمان الجنجويد
ليه ما يتكلموا في الوقت ده كويس؟ بس حاليا ده انا اقول لك حاجه واحد، انت من الحرب ده بدا يا دوب وجيت خشيت في الخط. انا زمان من ضمن الناس بجيب معاك وقاعد ادمك وقاعد اعمل شير، لكن وقفت والله اوريك صراحه، لكن من امس الليله بس انا بدات كويس. انت يا دوب جيت في الخط، ليه في زول في في في, في مره اولى من مره رأينا كم آلاف من النسوان اغتصبوه كويس؟ ما في زول جاي يتكلم. أول أمس بس في الخرطوم في مرة واحد بس اغتصبوه علينا البلد ده كله كويس؟ أنا دار أقول لك كلام يا أحمد كسلة. أول باتباري شيء النخبة الشمالية لما يقول لك أنت أنصر أنت ماشي على حق، لما يقول لك أنت أنصر ماشي على حق، أنا دار أقول لك كلام هذا أخذته في دماغك ده كويس؟ أفتح طيوبك ده كويس كويس؟ أنت ذاته عشان ما تقول أنا نعمل لايف، أنت ذاته كنت ماشي غلط. ليه الناس في ناس أباخرة، في ناس مثلا في ناس علماء، في ناس أولاد الدار وده نصهم ساكتين ده شنو؟ عارفين الجيش ده بأنه فوق الظلم، الجيش ده كتل أهلنا شرد أهلنا هو السنة الجوي كويس؟ أنا دار أقول لك أفهم الكلام ده كويس؟ أنت يا دوب ماشي على الصح وأمشي قدام أرمي قدام، أنا دار أقول لك ده اللي قتل أنت تمشي فوقه من زمان. أكثر الجنود أنا هنا يا أخي كويس؟ الجيش ده نصه هنا هم الضباط اللي قال لك في الدنيا ده تلقى زول اللي الحرب يقوم ده بجري أول قبل النساوين جرى موسى مصر شبابهم ده كلهم اللي الناس القريب بيكاتلوا بنوع قريب بيكاتلوا الزرقاء ده في الجيش ده كويس؟ تجي بعد كمان اللي الجنان ده يا اخي شهرين الناس قاعدين عصرهم قاعدين بطلبهم قاعدين بعملوا اي حاجه، طب ودوا الطياره لا جابوا ولا جابوا شكرا دقيقة شكرا لك يا أخونا وتحياتنا. أنا كلمتهم طبعا هنا قلت لهم يا جماعة في ناس كثير كانوا مختلفين معي، لكن هسي باقي 48 ساعة والله نفعل الهاشتاج ما تزيل البرهاننا ما تود الجيش في دارفور يحمى أهلنا. والله الزول المختلف ما يا أختي أي حاجة أكتب. المهم تحياتنا يا أخونا، شكرا لك من كندا ولا من امريكا، شكرا لك تسلم. مرحبا بك الزول معانا هنا. طيب في زول قال لو سمحت يا كسل الجيش ده جيش خاين وجيش تعبان. الجيش ده المشاه بتاعهم كلهم صوتك مهم. الجيش ده المشاه بتاع الجيش ده المشاه بتاعهم كلهم دعم سريع. الجيش ده ما عنده مشاه، الجيش ده هسه بيحارب بطيران. الجيش ده ميت، الجيش ده تعبان يا كسل. لا علينا ما احنا مش بيتعبوا، احنا البرهان موضوعنا كله رفض انه يقاتل الجنجويد في دارفور ومنع القوات المسلحه وقال الطيران محظور. قلنا ماشي، جيبوا المدفئيه نعم، جيبوا الطاشرات نعم، ادونا ذخيره ذاته نحن نحمي نفسنا. لا ارفعوا الجثث. يلا كسل ادي ذخيره لمنوع، كسل ادي ذخيره لمنوع. الذخيره قبل اليوم الدول عبد الواحد، الذخيره قبل اليوم الدول لي 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 مناوي مشوا حاربوا وبقوا متمردين وهذول اهلهم بيموتوا. ما داري صوتك ضعيف بعيد شديد ما هو. طيب مرحبتين نستقبل الدور الثاني. انا ما اعرف الناس دي. مرحبتين. مرحبا والله. ابابك ما تتكلم بسماعة، ما تتكلم بسماعة عليك الله يرضى عليك، ما تتكلم سماعتك دي عليك الله يقطع. والله يا احمد انت جيت في الطريقه صح، ومن اول البدايه الجيش السوداني هو اللي اسس الجنجويد وهو دعم الجنجويد وهم قتل اهلنا. طيب يا جماعه في نقطة لازم نفهم كلها. أول حاجة وقفتنا مع القوات المسلحة كويس؟ يعني إحنا ما كان أبياء وقفنا معهم يا جماعة، لازم نفهموا الكلام ده برضو عشان الناس الكلام ما يكون فيه لبس. إنه في غزو جاي خلينا الخلاف بيننا وبين المؤسسة عشان نكون واضحين. أنا ما زول منافق، أنا زول ما منافق ولا بسوق الناس بالخلاف. أنا وقفتي مع السودان ومع القوات المسلحة ومع المؤسسة عشان في غزو تخلي اي خلافات جانب تجيب هنا انت كوطني كسوداني وبقينا ضد الحركات المسلحه عشان ما تقوى الجنجويد. وانا ليوم الليله ضد الجنجويد ليوم الدين. الحصل شنو؟ الحصل نبحنا لهم احنا حاصرهم في الجنينه تمام؟ قلنا ماشي، رفضوا يجيبوا معانا في النهايه. امبارح الناس اللي قاعدين صوروا لنا الجثث، انا ما نمت الا الساعه 2 جثث صوروها لنا، انا ما نمت الا الساعه 2 دموعي ده ما وقف.
طيب انا لو زول عندي دين وعندي كرامه وعندي وطنيه وعندي خير لاهلي، كيف ادعم القوات المسلحه انا جثتي واقعه في الوطن؟ المراه الشماليه مرتاحه وتاكل، واي منطقه في الشمال الليله بيجوا بحموها الليله قبار بكره، وانا هم الجيش ده ضدي انا في دارفور، كيف اجيب معه؟ انا بعد ده طوالي شنو؟ طوالي بينسلخ من الكلام الجبال الناس سندتهم